كما قال وزير الموارد المائية في اللقاء ذاته إنه لا يوجد شيء يسمى ذهاب دجلة والفرات إلى البحر، مبينا أن وزارة الموارد المالية استطاعت تنفيذ 22 سدا صغيرا تسمى بالسدود الحاصدة للمياه، وذلك من أصل 40 سدا، وأن العمل توقف في هذا المشروع بعد 2014. ماكو شيء اسمه دجلة والفرات يروحون للخليج العربي. إذا تروح دجلة والفرات إلى الخليج العربي، ليش عندنا مشاكل في محافظاتنا في ذنابل أنور؟ اللي يروح حقيقة فقط هي كمية مخصصة لسد حاجة محافظة البصرة ودفع لساني الملحي، 50 متر مكعب جزء كبير من عدها لسد حاجة البصرة، والجزء الآخر يمنع امتداد اللسان الملحي. هاي المعلومة حقيقة مو صحيحة، ودائما نحن نسمعها في أكثر من لقاء أنه دجلة والفرات يروحون للبحر. يعني هو لو دجلة والفرات يروحون للبحر، يعني قابل أبو العمارة يتفرج على المي يعبر من قدامه، لو أبو الناصرية لو أبو البصرة. السدود تحتاج إلى طبوغرافية، ما ممكن تنفيذ سدود كبيرة في مناطق الوسط والجنوب نهائيا، لأن يعني مناطق السهل الرسوب مناطق منبسطة، ولا يمكن تفيد أي سد. حتى موضوع السد في شط العرب هو الفكرة واللي احنا حريصين على تنفيذه، هي إنشاء منشأة هيدروليكا أو سدة قاطعة، سدة تنظيمية تمنع يعني خلينا نقول امتداد اللسان الملحي إلى داخل شط العرب، ولهذا ما عندنا طوبوغرافية تساعد. فقط عندنا حل واحد، أنه نسوي السدود الصغيرة ما يسمى سدود حصاد المياه. نعم. هذه السدود هي سدود للوديان التي تأتي من المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية. ليش ما سوينا؟ نفذنا أكثر من 22 سد موجودة طبعاً هزا؟ طبعاً نفذنا العديد من السدود، ولكن من 2014 ضمن الدراسة الاستراتيجية كان المفروض أن نفذ أكثر من 40 سد.